أتكم ذني الأدخم بسطية سجاد يومية موجودة بسوق النهضة. ذني أدخم عراقية ممتاز. سجاد بيش ذني؟ على 650. 650 ألف. هاي ألوانها. عندكم هاي الثرية، هاي على 3000 دينار. هاي كلش حلوة. هذا حد ايش يسموه هذا؟ هذا. هاي بسطية أبو سجاد يومية موجود. يبيع ذني الشراب الحديد أكوب 40 وأكوب 45 وأكوب خشب. حتى شنو؟ في مناشي يعني أوروبي إيطالي نوعية جيدة. منونك. الله غافر. هاي كل جمعة بسوق النهضة؟ إن شاء الله. بالحديقة؟ بالحديقة كل محل. وهذا بيش؟ هذا 60. زين. كامل. ذاك؟ ذاك على 50. 50 ألف. إحنا ده مش طباخ. هاي بيش هاي عربانة؟ هاي عربانة بحشر تعال. بيش هذا طباخ؟ هذا الطباخات على 50 طباخ. 50 ألف؟ 50 ألف. فوت حلو. فوت حلو. فوت. يوجد هذا؟ هذا 50. هاي خوش مكانس. هذا مكانه كل جمعة بسوق النهضة بداية الحديقة. لا أضف كم شابه؟ لأنه على 50. 50 ألف. زين. وذني؟ وذني على 60 و40. 60 و40. وهذا الأخضر؟ هذا الأخضر. هاي شونك حبيبي؟ هاي المولدات قد أسعارها؟ أسعارها 200. هاي وحدة 200؟ لا أي عادة كل الأسعار. هاي سعرها 5. هاي بيش؟ هاي سعرها 50. فوت حبيبي فوت. احنا على 45. ذني ب 45؟ اي ذني 35. شنو صناعتن؟ ذني ريشان. ذني 75. ذني على 45. ذني على 30. عندكم ذني الاغراض ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا شمبر ابو زمن كل جمعه بسوق النهضه بدايته. تبدي الاسعار من وهذا اوفن. ايش سعره هذا؟ 50. هذا على 50 ألف. هذا الجوزان هذا سعره 35 ألف. يا هلا، شلونكم أصدقائي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا أنا وياكم شوية نغير جو وناخذ جولة في سوق النهضة لبيع الأغراض المستعملة في بغداد. مثل ما عودناكم هذا السوق دائما نصور لحضراتكم ونستعرض لكم الأسعار. وبالنسبة للأسعار فهذا شيء يعلم الله، أنا أذكره حتى تكونون على بينة. أما إذا أحد غلى السعر وراية فهو رب العالم. هذا الجوزان هذا سعره 35 ألف. عندكم هذا هو طباخ وهو فرن، هذا على 75 ألف. السلام. وهذا أوفن إيش سعره هذا؟ 50. هذا على 50 ألف. عندكم عندكم ذني الأغراض ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا شمبر أبو زمن كل جمعة بسوق النهضة بدايته. تبدي الأسعار من 75 توصل إلى 90 ألف. وذني العكازات على 10,000. هاي الرباعية همين ب10,000. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ هاي العربانة كم سعرها؟ هاي 60. 60 ألف الوحدة. هاي العرباين ذوي الاحتياجات الخاصة على 60 ألف. وهاي الحمراء؟ 75. بيش؟ 75 ألف. وهاك؟ 20. أنت كل جمعة هنا حجي؟ ممنون. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي شقد أسعار هندني؟ شقد سعر هندني؟ بنكات؟ البنكات؟ البنكات على 25. بيش؟ على 25. 25؟ 20 ألف. وهاي الماكينة؟ الماكينة هاي 30. ها؟ 30 ألف. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي الفراش قد أسعارها ذني؟ والله كم 35. عندنا على 45. ذني ب 45؟ ذني 35. شنو صناعتن؟ ذني ريشان. ذني 75. ذني على 45. وذني على 30. وهذا السخان؟ السخان هذا 75. 75. جديد هذا. جديد؟ ما نفتح. هاي شلونك حبيبي؟ هاي المولدات قد اسعارها؟ اسعارها 200. هاي وحده ب 200؟ لا. اي عاده كل الاسعار. هاي سعرها 5. هاي بيش؟ هاي سعرها 50. فوت حبيبي فوت حبيبي. فوت فوت. زين. هاي الوصفة؟ هاي 50. هاي استرا؟ استرا. هاي؟ سعرها 100. هاي حمراء؟ تايجر. هاي 100. تايجر. هاي الكرة. حبيبي شلون صحتك؟ الله يخليك. هاي شنو هاي تفاصيلها هاي الشاشة؟ هاي شوني؟ 32 65 ألف. 65؟ زين.
هذا دريلي بيش؟ هذا 25. 25. هذا شنو هذا الجهاز؟ هذا 6,000 20,000. أشكرك حبيبي. شلونك حبيبي؟ هاي المكانس ايش قد سعرها؟ المكانس عنده 35. من 35 الى 100,000. وكو صيني والماني؟ هاي خوش مكانس. هذا مكانه كل جمعة بسوق النهضة بداية الحديقة. لا أضف كم شيء. هاي شنو هاي؟ لا أضف كم شيء. هاي المكانس هاللي بس وشوط المرة. ممنونك. السلام عليكم. شلونك حبيب؟ شلون صحتك؟ بيش سعره هذا؟ هاي سعره 30. 30,000؟ وهذا؟ هذا 35. أنا يمشي وتذكر الأسعار. هذا 35. 25. هذا 30. 30؟ هذا 25,000. حلينا غلطنا واحد. ممنونك حبيبي. شلونك عم ابو عباس؟ شلون صحتك؟ هاي البنات يا ايش قد اسعارهم ذني؟ ذني على 50. 50,000. زين، وذني؟ وذني على 60 و40. 60 و40. وهذا الاخضر؟ هذا الاخضر 80,000. اشكرك عمو. كل جمعه بسوق النهضه بالحديقه. شلونك عمو؟ هاي الصحيات قد اسعارهن؟ هاي تتراوح من ال10 لل20. بس كلها اصلي تقريبا. هذا مستخدم؟ مستخدم بس باله مو مستعمل بالله. يعني مسلح. وهذا الجديد؟ هذا الجديد من 15 لل14. ممنونك حبيبي. شنو؟ في مناشي يعني اوروبي ايطالي نوعيه جيده. ممنونك الله غافر. هاي كل جمعه بسوق النهضه ان شاء الله بالحديقه. بالحديقه بالمحله. وهذا بيش؟ هذا 60. زين كامل. ذاك؟ هذاك على 50. 50,000. عندنا دنيش طباشات. هاي بيش؟ هاي عربانه. هاي عربانه ب 10,000. 10,000. تعال تعالي هناك انا اشوف. هاي الصحيات بيش؟ هاي الصحيه ب 20. 20. بيش هذا الطباخ؟ هذا الطباخات على 50 طباخ. 50,000. 50,000 فوت حق. فوت حق. هذا كله على 50. هذا الصفن. هذا الاوفن. هذا الاوفن على 15. 15. هذا الجهاز مال رياضه. هذا الجهاز مال رياضه على 20. هذا مال المعده على 20. ذني شنو ذني؟ هاي عندك مال سياره وبامب. بامب ليش؟ هذا البامب 15. هذا البايسكل. هاي البايسكل 30. هاي الساحبات. الساحبات على 10. ممنونك. لا لا لا. عندكم هاي الثريا هاي على 3000 دينار. هاي كلش حلوه. هذا حد ايش يسموه هذا؟ هذا 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 يصير بقواب هنا ويتعلق يعني بالحائط. شلون الاضاءة يصير بالسقف. هذا ب 2000 دينار. بوثير شلونك عمي؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ اشكرك. حلوه هاي الصفرة. شنو هاي عمو هاي؟ هاي تراب الكهرب. تراب الكهرب. ايش قد سعرها؟ هاي 25. ايش دعوة؟ مو غالية؟ توصفون ايش فيك عمي؟ هاي السودة بيش شو تسوي؟ هاي السودة بعشرة. هاي معشرة. شو بنات طلع هذا الحد هذا؟ هاي حلوة هنا كل جمعة وسوق النهضة. ودي يصور لي. ممنونك عمي. الله يخليك. هاي بسطية أبو سجاد يوميا موجود يبيع ذني الشراب الحديد كوب 40 وكوب 45 وكوب خشب حتى على 25 تنباع. ذني الحديد تشوفوه اللي يدور شراب الحديد نفر نفرين. وكو هاي الطابقين. الطابقين بيش عمو قلت لي؟ 90,000. دواشك على 35 ضغط عالي. وهاي القنفات ذني الثلاثة على 150,000. هاي هنا بسطيته جوا الجسر مقابل محطة وقود النهضة المشيدة يومية موجود. عندكم ذني الأدخم بسطية سجاد يومية موجود بسوق النهضة. ذني أدخم عراقية ممتاز. سجاد بيش ذني؟ على 650. 650,000. هاي ألوانها واي ألوان موجودة بيه. وذني سجاد بيش هذا؟ هذا على حسين حيو. هذا 750,000 و 750,000 وبي مجال. زين هذا وين؟ هذا ب 650 وبي مجال. شنو الدبل 650 وبي مجال لو كسول هذا. بالنسبه لهذا سجاد هذا سبع مقاعد. سبع مقاعد طبله وسطيه واربع فراشات. سعره 360,000. وهاي الميوز سجاد أصدقائي وصلنا إلى نهاية جولتنا في سوق النهضة لبيع الأغراض المستعملة في بغداد
أتمنى من حضراتكم أنه تشتركون بالقناة إذا بعدكم ما مشتركين، وأيضا تعطون إعجاب بالفيديو، ولا تنسونا من دعائكم، وإن شاء الله دائما نلتقيكم في سوق النهضة كل جمعة. أخوكم علي العراقي، في أمان الله.